السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوديا شيدا شرفت له ما انتنا وحان ادين سو قدبين دونا قصو آد امعان او اوكم معان سن دونو قفل باو لغيستا اما اخرستا وانا قصو كسابسا نبي كمد اها انبيادا اللي او اللي سبحانه وتعالى سيي اوود او سنسين قفك لأ او بني آدم وحو نبيغان كبر باري كليم الله موسى عليه السلام اكتيسا وحونا كمد اها انبيادي ألا سبحانه وتعالى كوود اوغد درجه سريا وحونا ألا سبحانه وتعالى كحسي قرآن كيسا كريم كأه وحونا نبيغان محمد صلوات ربي وسلامه عليه نوشاقي إن او قرحذك أمري إن أي سندعين او كدبنا قرحد أي أطيعدي أمر كيسا او أي تري آمين حدبيو نقن كرا نبيغاس ونبي الله يوشع بن نون عليه السلام بل سكهر انت آنان قد قلين قصدان داوذي هدي آد نقو عصبتهاي فضلا ها اللوبين جنالك اينات سبسكرايب سارات توسي آد انو دير رقلي سو قنباليل كان فرو سي ايكو سو قاران موقال لدينا حيقا ان شاء الله تعالى قصدان ايا وحي كبلا منيسا مركي او ألا سبحانه وتعالى نبي موسى كو امري ان او فرتو للك لو يقانو قدس اما بيت المقدس كدبنا نبي موسى عليه السلام ايا كسو بحي مصر اساقو اي لسعودين بنو اسرائيل وحونا اولجي هايستيدان كاس ايا للك لو يقانو قدس او حدنا لو يقان اوغي هاي فلسطين سي او اسو فرتو او او قبصدو اساقو فلنا ايا امركي ألا سبحانه وتعالى مركي او اسو دوادي ايو نبي موسى عليه السلام عيدان كيسا ادري ان اي سو ايغان مغالدا مركاس بي انتي سو لابتين دهين ميشا وحا هيستا قوم آد وعود بدن مركي او نبي موسى عليه السلام كو امري ان اي مغالدا غالان او اي سو دغالمان اي يوحي دهين موسو سعدا أليغا إيو ربيغا غصود دغا لما إنغا هلكان أيان سيفا دينينا مركي أي بنو إسرائيل ديدين إن أي دغا لمان أيو نبي موسى عليه السلام آت أغا عروضي كدبنا وأو هباري أو وحو يري رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين إله يو نفتي دا إيو والالكي غموية عد كلمها يو إله يو نكال السار إنغا إيو قوم كان فاسقين تاه كدبنا اللي أيا دعا دي سكجوابي سبحانه وتعالى وحو نيري فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين حرام بيكتهي او مجلي دونان افرتن سنن وحي كجري دونان تيها اما اسدبا وريقا او ميلنا سعدك مجاري دونان موسى وحبها كم مرقين او كحكا حمان عقابتن كل عيسى كوان فاسقين تاء مدو كدبنا وحال افسدي نبي الله موسى عليه السلام وحان قداشيس خلافة قبتي نبي لقم مقعابو يوشع بن نون عليه السلام نبي يوشع نوحو أها فتاقي أما ويركي لسعودي نبي موسى عليه السلام مركي أرادني يي نينكي عالم كأها إلى أورنجري خضر وأنا فتاقي لغشيغي قولكي ألا سبحانه وتعالى إي أها وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فتاقس أي نبي النقضي بنو إسرائيل مدو أيونا لجوغي إلا أي كد لماتي مددي أفرتن كسما أهيد مركي أي مدد لماتي أيو يوشع بن نون عليه السلام مركلا أدياري إن أي دغال لمان وحونا كويري وحان دونيا إن آن إذن كفرتو بيت المقدس بل سوحان وتاهل شردي مركاس بيدهين محوية هاي شردي يا نبي الله وحويري ما دونايو إن او دغالكا إي راعو نين هاويني مهرسادي او دونايا إن او لقال موضو محايا لي قلبي جيسو وحو كوحرين يحي حاس كيسا دغالنا نياد او مهايو سيدو كلمة دونايو إن او إي راعو شخصي قوري لسانا يي او ولينا قوري جيسو قبيو كاي هاي محايا لي قلبي جيسو وحو كوحرنان دونا قوري جيسا دغالنا نياد او مهايو ام او مهاين دونو
sidoo kale ma doonayeen in uu ila dagaal tago qof haysta ari sugayayna dhalideeda, maxaa yeelay qalbigiisu wuxuu ku xirnaan doonaa arigiisa, balse waxaan doonayaa in uu iraaco qof walba oo dagaalyahan ah oo geesi ah oo qalbigiisuna uusan ku xirnayn adduunka ilaa aan ka guulaysanno Alle idinkiisa subxaanahu wa tacaala. Markii ugu horreysay ayay Banu Israa'iil iyo muslimiintii muwaxidiinta ahayd ay rabbigooda aaminsanayd Nabi Yuusha calayhi salaam la soo aadeen goobtii dagaalka oo ahayd goob aad u argagax badan, iyagoo la dagaalamayay ciidan aanan kumanaan lagu qiyaasi karin, iyagoo doonaya in ay furtaan Baytul Maqdas. Markii ay guushu soo dhawaatay Banu Israa'iil, oo maalinkuna ahaa maalin Jimco ah, ayaa waxaa dhacday in waqtigii uu gabaabsi noqday oo qorraxdu ay ku dhawaatay in ay dhacdo. Kadibna Yuusha bin Nuun calayhi salaam ayaa ka baqay in uu soo galo maalinka Sabtiga ah, oo kadibna qoomkiisu ay joojiyaan dagaalka, maxaa yeelay Banu Israa'iil shareecadooda ayaa ka reebaysay in ay shaqaystaan iyo in ay dagaalamaan maalinka Sabtiga ah, taasoo ka bilaabanaysay soo gelida xilliga maqribka ee maalinka Jimcaha ah. Sidaas darteed, Yuusha calayhi salaam ayaa ka baqay in guusha uu waayo oo ay ka awood bataan kuwii cadowgooda ahaa. Markaas bay qoomkiisu ku dhaheen, maxaan sameynaa Yuushacow? Haddii qorraxdu ay dhacdo, waxaan ku qasbannahay inaan ka joogsanno dagaalka. Haddaba muxuu sameeyey Yuusha calayhi salaam? Yuushac ayaa bilaabay in uu eego qorraxda oo uu la hadlo, wuxuuna ahaa nebigii ugu horreeyey ee la hadlay qorraxda kuna amray in ay joogsato. Wuxuu ku yidhi, qorrax yahay, anigu waxaan ahay mid la amray, adiguna waxaad tahay mid la soo amray, aniguna waxaan ahay makhluuq, adiguna waxaad tahay makhluuq, dhammaanteena waxaan ku soconnaa Alle amarkiisa subxaanahu wa tacaala. Kadibna wuxuu yidhi, Ilaahayow noo xabbis si uusan noogu soo gelin maalinka Sabtiga ah ilaa aan ka guulaysanno. Kadibna Alle ayaa ugu jawaabay subxaanahu wa tacaala mucjiso aad u weyn oo uusan jirin nebi isaga ka horreeyey oo la siiyey. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala qorraxda ku amray in ay joogsato ama ay joojiso socodka ilaa uu dagaalku ka dhammaado. Markaas bay qorraxdii istaagtay oo maalinkii Jimcaha ahaana sii joogay, waxaana sii socday dagaalkii u dhaxeeyey isaga iyo qoomkii jabbaariinta ahaa ilaa uu Alle subxaanahu wa tacaala uga gargaaray muslimiinta oo nasri siiyey oo uu furtay oo uu galay Baytul Maqdas. Markaas kadib ayay qorraxdu meesha ka sii bilowday dhaqdhaqaaqeedii caadiga ahaa. Abu Hurayra ayaa waxaa laga wariyey in uu yidhi, wuxuu yidhi nabiga sallallahu calayhi wasallam, inna shamsa lam tuxbas ilaa liyuusha bin Nuun layaali saara ilaa Baytul Maqdas. Qorraxda looma xabisin cid aanan ahayn Yuusha bin Nuun ayaamihii uu u socday Baytul Maqdas. Kadib guushii ay gaareen Banu Israa'iil ayuu nabigooda ku yidhi, Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu idin farayaa in aad gashaan Baytul Maqdas idinkoo sujuudsan oo dhahaya xitta, balse Banu Israa'iil qowlan wa ficlan waa ay khilaafeen amarkii Alle subxaanahu wa tacaala. Waxay magaalada galeen iyagoo dabada ku gurguranaya oo dhahaya xinta halkii la amray ama laga rabay in ay dhahaan xitta. Kadibna Alle ayaa ku carooday subxaanahu wa tacaala ciqaab ayuuna samada kaga soo dejiyey. Waxaa ku dhacay daacuunkii la yidhi wuxuu saacad gudaheeda kaga dilay 70,000 oo ruux. Kadibna Banu Israa'iil ayaa yaqiinsadeen weynida qaladkii ay galeen. Markaas bay Alle subxaanahu wa tacaala u soo laabteen oo dambidhaaf ka weydiisteen khaladkii ay galeen.
kadibna rabbi subxaanahu watacaala ayaa dhibaatadii ka dulqaaday oo ka aqbalay ducadooda ama toobadkeenkooda. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دغستياشه ده شرفت له وحن فيل يا انات كود فايديستين قصدان حدي اد كفايديستاي فضلا ها اللوبن موقال كاناد لايك سارتو او اد لسي وداكتو اصحابتا هذا haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Tan iyo kulanti dambena sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.